احنا عندنا ملف مطلبي كنا تقدمنا به في بلاغ الجهات المسؤوله من داخليه من المناديب ديال وزاره الفلاحه ديال التجاره والصناعه وديال النقل. للاسف الحلول مازال ما كايناش، حتى المشكل ديال 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 الحوار ما مطروحش بشكل جدي من طرف السلطات المركزيه. بالنسبه للمناديب تيقول لك اودي راه حنا رفعنا التقارير ديالنا للجهات المسؤوله المركزيه، ولكن ما كاينش بوادر لحل حالات المشكل. شنو المشكل بالضبط؟ شنو المطالب ديالكم؟ المطالب ملف مطلبي في عدد من النقاط، كتبدا من الاحتكار ديال المواد الاساسيه اللي كتدخل في اطار السلسله الانتاجيه ديالنا احنا كفلاحه من 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 بودور، من اسمده، من حبوب، من غازوال، من بيس دو روشونج اللي هو قطع الغيار، من خيط التبن، من الحاويات البلاستيكيه الخاصه بجمع الحبوب. بالنسبه لهاد المواد كلها عرفت واحد الارتفاع صاروخي في الاثمان، تقريبا ما كاين المواد اللي ارتفعت اكثر من 100% في ظرف شهر واحد. مثلا خيط التبن مثلا اللي ارتفع مثلا من 19 درهم للكيلوغرام الى ما يناهز 40 درهم للكيلوغرام. مثلا بالنسبه للحاويات البلاستيكيه من 2 دراهم الى 3 دراهم و50. هذا شيء خطير، لانه هذه التكلفه شكون اللي كيتحملها؟ كيتحملها المستهلك النهائي اللي هو الفلاح. والفلاح نظرا لظروفه هذه سنوات ديال الجفاف، تزاد عليها سنه ديال 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 ديال, ديال كورونا ديال كوفيد، ولا في حاله مزريه. واش ما كاينش مراقبه لهاد الاثمنه؟ المراقبه خصها تتم على مستوى السلطات المانيه، وخصها تحمل مسؤوليتها، لا على مستوى الاقليمي اللي يدحر هذا الاحتكار والمضاربين، ولا حتى على مستوى الوزارات المانيه اللي خصها تفعل المصالح ديالها المختصه للقيام بالمراقبه والمعاينه والمتابعه والمحاسبه. هذا الشيء ما كاينش لحد الساعه في السوق. السوق متروك لحاله. المشكل خصنا نشوفوه من جوج النواحي. نشوفوه من ناحيه السوسيو اقتصاديه والماكرو اقتصاديه على الصعيد الوطني، لانه هاد الناس بحال كناخذو من جيب الفلاح وكنعطيو لهاد المضاربين المحتكرين، لانه الوقت اللي مثلا كيتزاد هاد الاثمنه في الخيط وفي الحاويات البلاستيكيه وفي قطع الغيار بشكل غير مشروع. باش نكونوا واضحين، بشكل غير مشروع، كيكون اغتناء غير مشروع. كناخذوا قيمه مضافه، كناخذوها للفلاح، نحيدوها للفلاح وكنعطيوها للمضارب، اغتناء غير مشروع. هنا الدوله خصها تدخل. اضيف الى ذلك المشكل ديال اضيف الى ذلك المشكل الاحتكار، المشكل دابا ديال الرخصه ديال السياقه مشكل عويص. بدينا الملف في 2015، عقدنا لقاء انذاك مع الوزاره المختصه في وزاره النقل، تجهيز والنقل، انذاك السي بوليف. المهم خدينا مذكره وزاريه على اساسها عدم الزاميه الالات الفلاحيه والغابويه والاشغال العموميه بعدم الزاميه رخص السياقه. ولكن من بعد جاء التعديل ديال 2016، باش نركز على هذه النقطة. التعديل ديال 2016 جاء ذهبت المذكرة أدراج الرياح، ولم يكن هناك من متكلم باسم الفلاح، ودار واحد القانون مجحف لا يقبله حتى العقل لا يقبله لا العقل ولا المنطق. مثلا واش المادة 6 كتقول لك بأن أي مركبة كتخص بحال هكا المركبة فلاحية أو غابوية أو للأشغال العمومية كتنقل في طريق عمومية، خصها السائق ديالها يكون عنده رخصة ديال السياقة. ورخصة ديال السياقة كنجيو للتفصيل في المادة 7، تلقاو بأنه أي مركبة اللي كتكون عندها مقطورة تتجاوز 750 كيلوغرام خصها
السائق ديالها يكون عنده رخصة سياقة من نوع اوسي. اوسي يعني رموك باش نتفاهموا، رموك. واش السائق ديال جرار فلاحي خصو يكون عنده بيرمي ديال رموك باش يتحرك؟ السائق ديال آلة حصاد خصو يكون عنده بيرمي ديال رموك؟ هاد الناس واش درتو لي مشي تكوين؟ واش درتو لي مشي تأهيل؟ واش درتو لي مشي شي 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 تكوين خاص؟ واش حتى على مستوى المدارس ديال 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 السياقة ديال التعليم ما كاينش الآلة الحصاد، ما كاينش تراكتور، كاين الرموك. وي يعني انتم ماشي ضد التقنين ولكن ضروري التنظيم. احنا ماشي ضد التقنين وماشي ضد التنظيم، ولكن احنا خصنا اطار خاص، لانه احنا حالة خاصة، لانه الآلة الفلاحية حالة خاصة، لانه الحالة السائق الفلاحي هو سائق مهني عنده تدريب خاص، عنده تعليم خاص، عنده تجربة خاصة، عنده كفاءات خاصة. ما يمكنش تجيب سائق ديال الرموك يسوق لك ماكينة آلة الحصاد. هادشي باش نتفاهموا عليه. غير باش نصحح واحد 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 المسألة أخرى، لأنه احنا كأرباب آلات فلاحية وكفلاحة راه ما كاينش فرق ما بين الفلاح ورب آلة فلاحية، لأنه رب آلة فلاحية قبل ما يكون رب آلة فلاحية هو فلاح. من كاين بعض الناس اللي كيدخلوا في بعض المزايدات كيقول لك هذوك ناس أرباب آلات فلاحية. لا، احنا فلاحة وأرباب آلات فلاحية كاع واحد. ما كاينش الفلاح اللي ما عندوش آلة فلاحية. لا يعقل أنه واش الفلاح ما عندوش تراكتور؟ واش ما معنيش بهذا المشكل؟ ما معنيش برخصة السياقة للتراكتور ديالو؟ ما عندوش ما 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 عندوش باش كيفلح هذا الفلاح الا ما عندوش تراكتور وما عندوش الماكينه وما عندوش ما عندوش فين هي هذه المكنانه؟ اذا كاين المشكل ديال ارتفاع الاثمنه، كاين المشكل ديال التيرميس، كاين المشكل ديال التسويق. المشكل ديال التسويق، المشكل ديال التسويق، لانه الفلاح مع ارتفاع التكاليف ديال المواد اللي كتدخل في السلسله الانتاجيه كنجيو للبيع ما كيخلونا مع المضاربين. صحيح. اغلبيه ديال الفلاحه من كاين الوساطة وكاين المضاربين اللي كيبخصوا الثمن. انا للاسف الشديد انا كنسمع حتى بعض المسؤولين على مستوى عالي كيقول لك اودي المنتوج المغربي ما 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 ما, ما فيش التريمي، ما فيه كايناش فيه الجوده، بالعكس هذيك السلعه اللي كنجيبو من برا فيها كتعطي السميده، كتعطي كذا على مستوى المطاحين وكذا. ولكن انت خصك تمن المنتوج المغربي، خصك تعاون الفلاح. الا ما كانش هاد الزراعه هذه، هاد الزراعه الخريفيه مناسبه وما كانش فيها الجوده، عطيونا الحل، عطيونا نزرعوا شي حاجه اخرى من غير الزرع، ما كاينش مشكل. ما تبخصوش المنتوج الوطني، فين غيمشي هذا الفلاح؟ هاد الناس ما هماش على وعي، ويمكن كيتجاهلوا احسن الكلمه نقولوا كيتجاهلوا. هذه من بعد سنوات ديال الجفاف ومن بعد السنه ديال الجائحه، الحمد لله استبشرنا هذا العام بامطار الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. الموسم الفلاحي كينبأ ان شاء الله بالخيرات، ولكن للاسف هذا الموسم الفلاحي طالما انتظرناه هو مهدد، وحنا كنعلنوا ناقوس الخطر وكنبلغوا الجهات المسؤوله تحمل مسؤوليتها، لانه هذا الموسم الفلاحي راه مهدد. اذا طبق هذا القانون ديال رخصه السياقه واجباريتها غادي هاد الناس ما غاديش يحصدوا، لانه ما يمكنش يتحركوا عبر تراب المملكه، لانهم ما يمكن. الشيفورات ما عندوش مع الشيفور، حتى الشيفور ما عنده البيرمي ديال الرموك باش غادي يتحرك. نكونوا واقعيين. اذا هاد الناس خصهم يتحملوا مسؤوليتهم ويجلسوا معنا طويله الحوار. حنا ناس مادين ايدينا فاتحين، خصهم يفتحوا معنا قنوات الحوار باش لايجاد حل. مستعدين تعاونوا باش نوجدوا الحل لهاد المشاكل المطروحه.